من قبل عدة أشهر أعلن الثنائي أنس وبيسان عن انفصالهم بشكل رسمي من بعد علاقة دامت لفترة جدا طويلة وكانت مليئة بالحب والسعادة. ومنذ إعلانهم عن هذا الخبر وجمهورهم ومحبينهم مع بعض ينتظروا عودتهم مع بعض، ولكن ومع مرور الوقت أدرك البعض أن العلاقة اللي كانت بينهم انتهت نهائيا، وكل واحد منهم شاف طريقه وما رجعوا اجتمعوا ببعض. وتسكر الموضوع ليرجع أنس يفتحه من جديد ويكشف تفاصيل جديدة عن طريق بث مباشر على صفحته على انستغرام، واللي صرح من خلاله أنه مو راضي عن الشغلات اللي كان يعملها سابقا، وأنه كان مهمل حاله وحياته ومستقبله بشكل كتير كبير، وأنه كان مركز على حياة شخص تاني واللي يكون بيسان حسب ما حلله الجمهور. فشو رأيكم بتصريحات أنس وبالشي اللي صار بينه وبين بيسان؟ هسه أنا تمام يعني بصراحة لما دخلت السوشيال ميديا، تمام دخلت السوشيال ميديا من عمر صغير، يعني دخلت السوشيال ميديا كنتش كان عمري لما دخلت السوشيال ميديا كان عمري 16 سنة أو 15. أنا من زمان من السوشيال ميديا، يعني من زمان كثير كنت أعمل شغلات هبل زمان وزي هيك، فكبرت وأنا بالسوشيال ميديا. تمام هسا كل ما أتقدم سنة لقدام بصير أطلع على حالي قبل وبصير أحكي أنا شو كنت بعمل، فهمت علي؟ يعني شو هذا اللي قاعد بسوي، شو اللي قاعد بعمل، شو الهبل اللي كنت بعمله. فكل سنة أنت بتصير تحس حالك أنك بتطور من حالك وبتطلع على حالك قبل، حتى لما يتغير شكلنا لما نطلع حالنا قبل بنكون بصير نحكي كيف هيك احنا كان شكلنا، صح؟ حتى بشكلنا. فما بالكم انا عشان بالسوشيال ميديا فدائما بتطلع على حالي قبل كيف بكون. فبصراحة الفترات هاي اللي انا قاعد بمرق فيها، لما كنت بشوف حالي قبل بصراحة انا كنت هيك مستغرب ونفس الوقت مصدوم. اول اشي كنت مهمل حالي، مهمل صحتي، مهمل حالي بالشغلات الأساسية اللي أنا لازم أعملها لحالي. يعني أنا من أول ما جيت على دبي مهمل حالي بكثير شغلات حبيبي فعليا. أوكي أنا بدبي بصور فيديوهات على اليوتيوب، بعمل بساوي بتفاعل معكم، بس فعليا أنا كنت مهمل حالي بكثير شغلات. كنت كل إشي جواتي يعني كان اهتماماتي بشغلات تانية، يعني كنت أهتم بناس تانية أكثر من أنه أنا أهتم بحالي. يعني أنا كان كل اهتماماتي بشخص تاني، كنت بهتم بهذا الشخص وكنت مهمل حالي من كل شيء. فالحمد لله رب العالمين الله اختار الأحسن. أوكي مرقت علي فترة كانت صعبة، وهاي ما بعرف ليش إجا عبالي أدردش معاكم شوية وأطفي البث، بس حبيت أحكي لجواتي. ما بنكر أنه مرتب فترة كثير صعبة، الفترات اللي راحت مرتب حالة كثير سيئة، والحمد لله رب العالمين الله اختارني الأفضل لإلي. حاليا أنا مركز على حالي، مرتاح، قاعد بتعب حالي، قاعد بنجز شغلات لإلي شخصية لإلي زمان ما كنت أنجزها، كنت بهملها. شغلات يعني مهمة لازم أعملها، يعني رخصة السواقة تخيلوا أنا لليوم صار لي 3 سنين بدبي كنت مهمل حالي ما أعمل رخصة السواقة إلي، ما عملتها، كنت دائما كل اهتماماتي لشخص تاني. رخصة السواقة ما عملت، كثير شغلات ما عملتها لإلي. صحتي مهمل، شكلي مهمل، حالي منظري كان بضحك. فالواحد كل ما يكبر سبحان الله، كل ما واحد يكبر كل ما بوعى أكتر. فهسه أنا الحمد لله رب العالمين بعرف شو اللي إلي وشو اللي علي، بعرف مين الشخص اللي معي ومين الشخص اللي مش معي. بس بصراحة أنا بدي أركن على حالي. كيف يعني؟ يوم بحياتكم أنتوا بعمركم ما تركنوا على أي شخص، فهمت علي؟ تستندوا أي شخص، لأنه يوم الأيام إذا راح هذا الشخص راح تنكسروا كثير. فأنا من النوعية اللي بطلت أعتمد على حدا بشكل عام، يعني بطلت أعتمد، لا يعني مش بس على مثلا أن أعتمد على بنت بحبها أو إشي زيك، لا بالحياة الواقعية ما بعتمد على أي حدا، بعتمد على حالي بكل إشي صرت. ليش؟ لأنه يوم من الأيام ما أنكسر،